فكر مزيان في شحال غادي تربح الا بقيتي في دارك. غادي تحافظ على صحتك، غادي تحمي وليداتك وعائلتك والمجتمع. وفكر بالمقابل شحال انك غادي تخسر الا خرجتي من الدار، وشحال غادي تكلف بلادك من ناحية الصحية ومن ناحية البشرية ومن ناحية الاقتصادية. كنبغي نناشد الشعب المغربي باش يلتزم بشروط الأمان ويجلس في داره باش يحمي عائلته، يحمي المجتمع ككل، يلتزم بالنصائح اللي كتعطيها له وزارة الصحة. خاصنا ضروري نلتزمه بالتعليمات ديال الجهات المسؤولة على الأمن والأمان ديالنا، لأن بلادنا بغات لنا غير الخير، بغتنا نخرجوا إن شاء الله من هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن وبأقل الأضرار الممكنة. داكشي علاش خاصنا نبقاو في ديورنا من أجل صحتك ومن أجل بلادك. بقى في دارك، بقى في دارك، من الأحسن للجميع كل شيء بقى في دارك. والخطة الوحيدة اللي عندنا خطة واحدة باش نربحوا هذا الماتش، خطة واحدة، ما كايناش خطة واحدة أخرى، ما كايناش كون دار كون فعل، خطة واحدة هي أننا كاملين خاصنا نجلسوا في ديورنا. اليوم حنا كنحاربوا عدو انفيزيبل، ولكن الا تمثلنا داكشي اللي كيقول لنا الغوفيرنمون غادي نتغلبوا عليه ان شاء الله. الله يجازيكم بالخير. اللي ما عندوش شي غرض اساسي وضروري واقف عليه بلا ما يخرج للشارع ويتسبب في اصابات جديده، ولانه وضع استثنائي فحتى التدابير اللي خدتها بلادنا استثنائيه، حاله الطوارئ الصحيه ضروريه باش نحميو نفوسنا ونحميو الغير. المغاربة بطبيعة الحال هما كلهم وطنيين، والأكيد أن احنا اليوم غادي نكونوا متحدين، وهذا الوقت الحقيقي اللي غنكونوا فيه جميع المغاربة متحدين، نبقى كلنا في ديورنا بطبيعة الحال باش نقضيوا على هذا الوباء. الأكيد أن المدة غتكون وجيزة وبسيطة جدا إلى احنا بقينا في ديورنا، إلى احنا ساهمنا وتعاوننا كاملين باش أننا نتغلبوا على هذا الوباء.